عائشة وساء سبيلا. تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى وألّا نحرس بدن وحكستا أو أدون كيغا يا آخرة يضا وأنا أقول أون أمري وحكستا أو أدون كيغا يا آخرة دب أقول أون أغربي وحيالها أدونك يا آقرضا لبعتضى بضان له وإلهي نغا حرمي وحاكمي الزنا ذا سنة وارنا دوحن إلهي وإنا سبحانه وتعالى وحل لحريري قال نمضى يديق قرد رضا لغض داديو إلهي وإنا سبحانه وتعالى مركو تلمامي عباد الرحمن الدومة إلهي سوصوبان إلى وحي سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى سبحانه وتعالى عباد الرحمن وحكوت المامي وكوى أن إلهي عدك للعابدين وأنا كوى نفتي إلهي كحرمي دلك أن دلين وأنا كوى أن زنيسن إلهي سبحانه وتعالى أضمة إلهي عباد الرحمن مسين استم مركز رب العالمين وحو الضبط لغي قفك حدود ألك قدبة وحي عباد الرحمن كف غادين أسقو كدير غده إلهي أبالك وغو طلق علي إلى وحو سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلى وغير سبحانه قف كارماس ميت كميدة صمية شركي إيا قال نمدي أما سيبطكي دي قودة إلى هاي حرام تنمي دي قودة دادية أما الزينبا كردعا وقل كل مدونة عقاب عقاب رب العالمين الدياري لكل مدونة يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة عذاب كان الله بدون مالين تقيامها ويخلد فيه مهانا عذاب انت الله وكوار الدون عذاب كمددر أسقو إهاني سن وشرفت لك قاضي سيدة حدود الله أفو ضيستي وهو حدود الله إلالي ويأي عذاب إلهي أبو إهاني استي نبينا سبحان صلى الله عليه وسلم وقلنا شيئا يقف كزاني قا اي وليبا كوة قور كصوم مراي اي كدب زينيسته انو يكمد يهي صدح ذا النوع او ضدك كمدو الهي ديقو ذا حلالي او الهي چدي يهي إلا الدلو بخاري مسلم وحي وريا حديث كعبد الله بن مسعود انو رسول كويري صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث قف مسلم توحيد كقري ديقي سحلال ماهن من بنانا الا داديو مركا لغا ريبو صدح نوع ضدك كمدا وهر مريي الثيب الزاني قف كيسوغو غور حلال صومري كدب زينيستي ايوه والنفس بالنفس قف كي نف سجر درع كدلي او الى هي كحرمي اي وطارق للدين المفارق للجماعه قف كي دين كي سكتي جماعه الاسلام ككبحي صدح ذا ولبا وحور مريي قف كي قور حلال مركو صومر كدب زينيستي نجح ان لو دلو ولبا قاب كان لو تشيدي ان لو دلو
مجر وقف نوع عسلو جديي ووحا إله جديي سيدي النبي إنه أصاب دي صلوات الله وسلام عليه وأفليي بد كان فعلا أغطو ساي إن دقحان للدع إلى نفطه يكب حيضه إلهي وينا سبحانه وتعالى ويري ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وصاء سبيلا والزنا ده هو زينبو وامد فالح وانا وضحهم وضباس امتا يكفرانتا وامت نصيب داران وامت مصيبة كصفرانتا وامت دين كودي فساد كيسي كصفرماي وقوة امت نسب كودي بابيس كصفرماي وامت فقري ايا عذر ايا نصيب دارو اله اغتالقالي شيء مركة الهي حرمو وهو حرام تنمية أسبابته إي عرمها فضينية أو غارسينية سأسترتيد ولا تقرب الزنا فيري هالزنا يسنين أكليا معها وكحل ديرتهاي هؤدو وانين معناها أسبابتي هلا إماننا وحا إلهي حرام تنمية في رضا رقا يدومر كيش نبيغا إسفيريان أو آيات قرآن ربك سودجي قل للمؤمنين يقضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم الى وحيره سبحانه وتعالى نبيك سوبنا وحد كتر الرقم مؤمنين تا اندهن اللابة اندهو ده اللابة فرجيالك نحفدية وكذلك قبله مؤمنات كالهي رميسنا وقل للمؤمنات يقضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ايقنا ايات قارة ربي اسودكي قبلها مؤمنات كاه اندهن اللابة حفيرنين رقائج نبيك اننكا فرجيال كينا نزينا ذاك حفظي وكا إلاليا سي إلهي نارتي سي عذابكي سي عردي سينكا إلاليا وعرين آدوحون وحال حرام تنميه إني استابطان والنبي صلى الله عليه وسلم زينا كنت المامي حديث كبخاري مسلم من حديث أبي هريرة والنبي يري صلى الله عليه وسلم النظر زناه البصر زناه النظر إشوا زينيسة زينيسة وفيرضة واللسان زناه النطق عرب كوا زينيسة زينيسة وإن لغا شكيو أولبا دي قف أيوغا شكيستان تاسويين قلبك زينيسة وإن وشعلاد ولبا قعنتنا وزينيسة زينيسة وطابشادة لبا قف أو دمر لبا قف أو أجنبي كلا رقية دمر كلا إنه استابتان زندي كميت بل نبي بوحو كتل مامي صلى الله عليه وسلم إن قف اجنبي كاء أي كتابتو وحاكاغا قير بابان بر إن تا مسكحدا لغاقا قراء عربات بر إن مسكحدا دا لغل شوي مسكحدا او دار دعادو أيضا كاغا قير بابان إن تي چركي نو استابرها أديغا إيا قف اجنبي كاء زندش ولا ليال وارين آد او قطر مصائب وين الدنيا يا آخرة بك أنت نبي جن صوبان صلى الله عليه وسلم حديث كابن ماجه وري من حديث عبد الله بن عمر وحيري عبد الله بن عمر معلن رسولك صلى الله عليه وسلم حق يقوسه جستي مركز يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تتركوهن شن الرماد مرك الله ينكو امتحانه ومصيبة وارد عضي إلهي ينكم جنجلا إذنك السحابة إذا إنت قارتان شنطاس مرك يدعى إذا قوم كلي وملك لها كل عضو شنطي النبي حيوهر مريي لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا نبي وحيري صلى الله عليه وسلم زينيذو كما فافتو أمت أمت كما تحفافتو إلى مركة دنبي أي موچيان أو زينيذي بدي حيبتي دي لالتغو أو بدكي دور كيسكو سر سريهين هتيل اللي يقان لو آدو وحسك مقدون لقرسين أي نغطو سيدا سوكالي مركة دعو وحاكو فافت داعونك العلم قبل كميدا وحيري دين حضور كستو فافا ايا داعون ليرى زينيدو هادا وي فافتي بل اهل العلم وحي راهدان تاريخ لما شيغين وقت كان سيدي زينيدو او فافتي وقت اي او فافتي وانا ميتا كانتي
cudurro aan horay loo arag oo la maqal oo halaag ay geysteen cudur geystay aan la maqal ilaahay inuu umada ku rido waa mid keentay koronaha oo wax weyn adduunka ka gees ka gees geesaha u dhigay jilbaha dhulka ugu dhuftay dhaqaal ahaan u baabiiyay naf ahaan u baabiiyay dhinac walba u baabiiyay waa mid keentay AIDS ko wali dawal loo hayn oo la ogsoon yahay dadkii ugu horeeyay ee laga helo AIDS lagu arko gaar ahaan sida wadanka Mareykanka oo kale rag ayagu wax iska dooneyn ahaayeen hadda waa rag oo ayagu iska sineysteen marka ilaa iyo yoomuna hada aan maanta dawal loo hayn walaalayaal nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ilaahi weynaa wuxuu ku faafiyaa dadka sinadu ku faafto cudurka daacuunka macnaha cudurra faafa oo khatar ah ilaahi weynaa wuxuu kaloo ku faafiyaa gaajo aan aabayaalkood arag faqri iyo dhaqaale la'aan iyo dhaqaale burbur adduunka maanta meesha uu marayo waad u jeedaan afku iskugu dhacay waxaa keenayaana waa sinada faaftay haddaba dadka muslimiinta ah walaalayaal waxaa la rabaa inaan rabbi ka baqno arrinta nasiib darrada nagu soo korortay arrintaas fiira loo yeesho lagu baraarugo qof walbaaba mas-uuliyaddiisa qaato kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qof kastow ogow ilaaliyaad tahay siduu rasuulku yidhi salallahu calayhi wasallam qof walbana waa la weydii doonaa wixii uu ilaaliyaha ka ahaa qofka yidhaahda aniga ummad ayaan madaxweyne u ahay asagaa ugu horreeyo ilaahay weydiina ummadda diintooda inuu waardiyeeyaa laga rabaa ummadda naftooda inuu waardiyeeyaa laga rabaa ummadda meelkooda inuu waardiyeeyaa laga rabaa caqligooda inuu ilaaliyo maandooriyuhu uusan faafinaa laga rabaa waxa sinada cirka ku shareerayna maandooriyaha ugu horreeyo ka mid ah waxaa laga rabaa ummadda inuu ilaaliyo cirdigooda iyo nasabkooda oo sinada iyo qurunka uu ka ilaaliyo ilaahay wejigiisa lagu weydiinayaa qofka yireeda gobolaan xukumahun guddoomiye ka ahay ilaahay wejigiisa gobolka waxa ka dhaca isaga laga weydiinaya qofka xaafad iyo deegaan ka taliya ilaahay wejigiisa lagu weydiinaya aabbaha iyo hooyada guryahooday gabdhaha iyo wiilashu ka soo kacaan cirka kama soo daadan baddana ma degana habeenkii bacdal maqrib gabdhaha bajaajta lagu gurayo huteelada iyo badda xeebteeda loo gurayo ilaahay hortiisa waa la isweydiinayaa gabdhaha lix saac kadib bajaajta lagu keenayo sagaal saac lasoo dhammaynayo ilaahay hortiisa waa la iska weydiinayaa nabigu wuxuu yidhi salallahu calayhi wasallam waarajulu raacin fii ahli beyti wa mas-uulun can raciyatihi ninka guriga iyo ehelka ku nool asagaa raaciya kaa waa la weydii doonaa walmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa mas-uulatun can raciyatiha gabadhu guriga ayadaa ka mas-uul ah ninkeeda gurigiisay joogta ayadaa ka mas-uul ah waxbaa la yska weydiinayaa arrintaas rabbi ha looga boqo qaybta labaad waxa ay tahay dadka musaacidiinta sinada u ah oo sinada gacan siinaya oo inay faafto ka shaqaynaya ogaada adduun iyo aakhira waad eedi doontaane ilaahi weynaa subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira ilaahu subxaanahu watacaala wuxuu yidhi dadka jecel mu'miniinta xumaantu inay ku dhex faafto adduunkay cadaab leeyihiin haddii aakhira kaliya maahan ogow adduunkay cadaab leeyihiin aakhirana cadaabay leeyihiin ilaahi weynaa subxaanahu watacaala cuquubada wuxuu idinka geli doonaa meelaadnaan malaysan ilaahi weynaa wuxuu idinka geli doonaa ilmaha wuxuu idinka geli doonaa maalka caafimaadku alla idinka geli doonaa meelo badanoodnaan malaysana alla culays idinkaga keeni doonaa cuquubada iyo cadaabka aakhira dheeraad inii noqon doonta iska daaya sinada ha gacan siinine dadka sinada u taagan oo musaacidiinta u ah huteelada dadka u diyaariyey ee ayaga guryahoodii u ogolaaday in lagu siraystaa ugu horreeya waxaa ka mid ah kuwa amnigooda sugaya ee xeebta inay gabdho qaawan ee aan xijaabnayn joogaan amnigooda ka shaqaynaya ugu horreeyo ka mid ah waxaa ka mid ah wiilasha inta maalintii seexda habeenkii bajaajta ku guraya oo shaqo ka dhigtay zaanigaadka iyo sawaanida inay ka shaqaystaan
ayagaas ayaa kamid ah ee waxa weyn dhididka iyo lacagta zinada dhaqaale ka dhigay kuwaas ayaa kamid ah waxa kamid ah dhaqaatiirta u teegan inay siiyeen kaniini oo dawo siiyaan oo leh kana la laqaad lama qaado il maquur qaadi maydid kana kadib la laqaa kadib boqolkiisa dollar qaadanaya ilmaha ka soo tuuraya ana ka soo xaqaya ee ka shaqeysanaya zinada kaliya inuu asturo waxa kamid ah dumarka u teegan ee la gabdhaha zaanigaadka bari markaad aroosayda ana ka dhigaya gabar bikaara ee boqolka dollar ka tuuranaya kulligood waa shayaadiin zinada ayay ciidan u yihiin ilaahay xuduudiisa ka gudbeen waa kuwa ilaahay leeyahay oo ilaahay nahyigiisa uu gaansami diiday walaa tacaawanu calal ism wal cudwaan ilaah uu yiri ha isku gacan siinina dembiga iyo xadgudubka war ka hara war zinada gaashaan ha u noqonina war astur ha u noqonina war derbi ha u noqonina war ciidan ha u noqonina cuquubooyinka ma qaadi kartaane rabbi uga baqa nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam xadiidka bukhaariga wuxuu yidhi habeen ayaa laba nin ii yimaadeen waa laba malag waa i wadeen uu yidhi markaasay waxay tusayeen sida ilaahay weynaa u cadaabo dadka xuduuddiisa ka gudba waxaa ka mid ahaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaan marnay naar aad moodo weel aad moodo tinaar oo kale oo rag qaaqaawan iyo dumar qaaqaawanu ay ka buuxaan oo dad uu hoos uga shidan yahay holaca hoos uga soo dhacaya hoosuunta ka soo galu kor u soo tuurayaa markuu ku soo dhacay qaylo dhaaminayaan markaasaan idhi subxaana allah maxay inkuwa nuucan loo cadaabayaa markaasay yidhaahdeen waa azunaad wa zawaani waa dumarkii zaanigeedka ahaa iyo raggii zaanigiinta ahaa nuucaasaa naftu markay ka dhacdo qabriga ku sugaya ilaahay baryadooda ma aqbalo dadka zaanigiinta ah nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam xadiiska imaam axmed iyo tabaraani ay wariyeen wuxuu sheegay marka habeenku kala barmo albaabada samadaa la furaa dhawaaq ayaa yeeraya hal min daacin fayustajaaba lah hal min saa'ilin fayucdaba fayucdaa hal min makruubin fayufaraja canhu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam marka habeenka uu kala bargeero ayaa albaabada samada la furaa markaasaa malagaa dhawaaqaya midaa wuxuu leeyahay qof ilaahay baryayo laga aqbala ma jiree war ma jiree qof ilaahay wax weydiisanayo wax la siiyaa ma jiraa qof korbaysanoo kurbada laga fayda qof kasta oo muslim ah oo waqtigaa soo kaca oo calaacalaha rabbi u teegta baryadiisa waa la aqbalaa ila zaaniya tascaa bifarjiha wa ila alcashaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laba qof ilaahay baryadooda ma aqbalayo ilaahay weynaana kama aqbalayo baryadooda gabadha zaanigadaahe farjigeeda la wareegayda ummadda ku fasaadinayda haddii gabadhu cuquubo ku muqdato zinadana ninkuna waa ku mudanayaa iyo ninka canshuurqaadka ee qoriga la hortaagan dad uusan xoolo ku lahayn ee subax walba ka guraya allow hadduu yidhi alla kama aqbalo labadaas nooc inta kalaa ilaahay wax ka aqbalaa rabbi aan ka baqno cuquubadu hadday soo degto dadka way camiimtaa ee rabbi aan ka baqno qof walbaa mas-uuliyaddiisa ha qaato odayaashaw rabbi ka baqa ummaddiinna wax yar marka dareen yimaado waa la gilgilanaa ayadoon xataa dhib jirin waa la gilgilanaa qabiilka waa loo dhaqaaqaa laakiin diinta baaba'ayda akhlaaqda baaba'ayda cuquubada rabbaaniga oo soo degayda in intaysan soo degin loo istaago oo la yidhaah war cuquuba meeshan ka soo socota oo laga qaylo dhaamiyo sidaas ayaa mudan sidaas ha la yeelo culummadu afka ha furteen qof kastoo muslim ahow intaad ka qayb qaada karto ka qayb qaado ummadda in la badbaadiyo akhlaaqdooda diintooda naftooda iyo sharaftooda arrimaha noocaan oo kale waa nasiib darro rabbi aan ka cabsanno qof walbaa dareen ha yeesho waxaad ogaataan bulsho muslima ayaan nahay ilaahay nimco gaaruhu na siiyey islaamnimada haddaan ka abaalka dhacno ilaahay cuquubo aan la yaabnaa nagu dhacayda waxaadna ogaataan inay gaarsiisan tahay xumaantu sida dhallinyarada ee wax weyn ka shaqaysata zinada ee wax weyn bajaajlayda qaar ka mid ah ay ayagu dariiqyada la taagan yihiin in hadda loo soo diraya gabdhihiina dhowrsan ee madaarista dhigta ee diinta barta oo laleeyahay maalin habeen walba waxaad keenaydan kuwii fasaaday ood ku wax weyn baaba ahaa gabdhaha cusub keena
العقد دهراده هالغصينة ياه ورجريهن إلى شذا ورجبديهن كورقبة وريجي هل كي كنوليهن هل كي شيرن قبضة مقرب كي كم مكان جرجي هل كي شرتة هل كل شيرة ويل كتالي يراده هم مكان ورقف البود تالي يراده إلى شو ورأوجو جرجي قال الله صدر العقد دهراده لجبه شيء ضد كأخلاق ذل إن لباب إيو إلهي أن كعب صنو أنت غرغر تهينة دلجة أن كجرنو أو أن جمعه إسكجر ريحنو أوقف والبابا أنت إلى هاي كرسيي هواك يبقاتو بتبادين تأمده دين تودة نفتودة إردقودي شرفتودة وبالله توفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.